كهرباء الشاشة سوي. عاد طرطة وجب ورطة وقع بيها وبد ما شاء ما تبطاله نسويها. صعد 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 طرطة وجب ورطة وقع بيها وبد ما شاء ما تبطاله نسويها. وقناها وتغير وين خطف لونه وبد ما حاسب حسابه يبوقونه وصدق عبره اليهوني جحت الخطه. وقناها صعد ضغطة الوقع بيها وقف قلبه وداخب كاميرا تلوته يهل دربه. وقناها بلم نطق بلمكم يا اهل الاعماء. اقول لك باسم هو ليش بلم نطق بلمكم؟ لان بلمكم اكيد البريك مالته فاقس. مش راح نسوي؟ ايش راح نسوي؟ نشيل البلم من الشط وناخذه للحي الصناعي نبدل له ديسكات. حتى شنو؟ مو بس نبدل له ديسكات يا معوض صدق كذي حتقعد تسولف لي على الصناعه وعلى الحي الديسكات وعلى لا داني منحكي سولف لي على المطرب. ابو سكينه ابو سكينه ما تعرفون ايش صار. اعزائي المشاهدين حلقه ابو سكينه انا جيت اتفقت ويا ابو المكتبه قلت له اريد اسوي لقاءات وياك ويا الناس اللي جاي تتبضع من المكتبه. نصبت كاميرات تشرب وباوع ايش لقيني ابو سكينه قلت لهم اختلو طبينا على ابو سكينه. انا صح تشاقيت وياه لين زميل وحبيب وصديق وانا كل الاحترامات حبوب ابو سكينه فقير كلش ونفسه ابيه. المهم انا دست ببطنه وشهد داست ببطنه. مو دست ببطنه زين احنا نحشي الحلقه لو نخلي المشاهدين يشوفون طبعا شوفوا يشوفون الحلقه ويستمتعون بها اكيد. اقول لك باسم تتوقع اذا اريد اطلع وياه موديل بالكليب يقبل؟ شوف الخبله هو صوره ما قبل ياخذ وياك. شوفوا الحلقه اعزائي المشاهدين وبلم نطق بلمكم يا اهل الاعمار. هذا البرنامج برعايه السلام عليكم اعزائي المشاهدين. طبعا قبل ما نقدم الحلقه اكو موقف صار انه شفنا المطرب الصاعد ابو سكينه دخل للمكتبه فاحنا ما ندور على واحد يسوي بيه مقلب ماكو صدفه منو ابو سكينه يا ابو. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج ضغطك صعد. ضغطك صعد راح ندخل نسوي لقاء ويا ابو المكتبه بس كون ما يطلع هلا حق راح تسوي بيه هلحق عليه اريد تدخلين ورايا وبعدين تدزولي على الفرطوسه. اوكي شباب ايش حسم الحلقه؟ انت كيف شو تسميها؟ الورقه المشقوقه؟ شو ورقه مشقوقه؟ اوكي لعد ربي ابنك ابني متربي افتهمتني ولا لا؟ لعد بكيفك نسميه تسوق معنا من المكتبه بس قبل لا يطلع بس كيف يلا تعالوا يا اعزائي المشاهدين. السلام عليكم ورحمه الله. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ احنا برنامج تسوق معنا من قناه هنا بغداد. بس اريد اسالك كم سؤال. التقشف في الازمه الماليه اثرت عليكم؟ طبعا
ايش قد يعني بالمية؟ 70% 80% 80% 80% والعمال مالتك ام سويت لهم تقشف شيء؟ انا تولدي قوية. انا اريد اسوي لقاء ويا الناس اللي جاي تتسوق، بس انا لقيت شخصية اريد اسويها لقاء. وينه؟ جو شنو ادور لي على جريدي شو ماكو؟ السلام عليكم. ابو سكينة شلونك؟ شلون صحتك؟ شلونك زين؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ شلونك حبيبي؟ شو هنا اليوم؟ يلا هذا رمضان عندك من هذين مالاتك؟ لا شنو؟ برامج؟ لا عندي بس مسلسل. شلونك زين؟ شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ احنا برنامج تسوق معنا، بس ممكن قدام الكاميرا؟ تسوق معنا؟ اي هسه انت مو جاي تسوق؟ اي والله. ايش عندك هنا بالمكتب؟ تاخذ البوم مال الصور. بس عينك على الكاميرا. ايش تاخذ؟ البوم مال الصور. البوم؟ شو تسوي؟ غير قديمه. شو تسوي؟ عنده هاي صور مالات مال لاعبين هون ولاعبين هذا، خاف عليهم ادخليهم شو اسمه؟ احفظهم بفولدر. لا لا هو منه حاخذ واحد اخليهم. راح تشتري فولدر؟ تعرف شنو الفولدر؟ مال الصبح. لا ابو سكينة بس خليني اكمل وياك لقاء. بس لحظة، الفولدر فايل احنا نسميه بالحاسبة او بالتليفون، سوي لك فولدر واحفظهم وخلي لك باسورد رقم سري حتى ما ينباقن. هاي ما قديش تتعب وتشتري ولا راح تطلع رسمة بالمكتبة؟ هاي ما مر عليها. هاي صدق؟ والله هاي جديدة. وبعد ايش تشتري؟ ورد اخذ سجلات. يعني سجلات؟ اي مال الارقام. شو تسوي؟ يعني نوبات انا من عندي جهاز فالارقام اسجلهم بسجل. ابو سكينة انا ولا فد يوم شفت عندك تليفون. مع التليفون؟ ايه. هو ماشي تليفون. بعد وين تكتب الارقام؟ بسجل. اكتبه لا بهذا يعني هذا سجل صغير. خليه هنا هذا. هسه شلون انا اسحب ويا صار صعب بس اصير قدام الكاميرا ابو سكينة. كتبت بسجل، بيش تخابر؟ عندي جهاز. عندك جهاز؟ مارس تنساخ يا؟ جهاز موبايل. آه جهاز موبايل. شنو اخر اعمالك؟ شنو؟ والله برنامج جديد بس ما اعرف شنو. اتصل بي انت، اتصلت بي استاذ ناهي مهدي. ناهي مهدي تحياتي له. وسلمت عليه وسالت على حاله زوجته الصحيه. اطمئن يعني، بس قال لي تجي يوم الخميس عندي برنامج وياك. ان شاء الله. يعني اغاني شيء عندي مال جديده سجلها صوتي بس توعدتنا. اهلا شلونك استاذ؟ كلش احبك اني على راسي. دائما اطلع اغنيتك مال زورق. زورقنا طق زورق. لا لا بلمنا بلمنا بلمنا. بلمنا. وين شايفتي؟ شلون باليوتيوب موجوده؟ طبعا. شلون شفتيها؟ سعفوا الاسقاط غير معجبينك وجاي نحكي لك شبيه. صدق كذا انت من يعرف غير جاي نسلم عليك. اختي بلش معلش. اذا سلم علي ارد اخذ يا صوره. شو هذا قاعد يلك على راسي؟ لا لا انا ما اخذ صوره جاي بالزقات. ما ادري بالله انت سلمت علي. انت سلمت علي قلت لي اسمي هسه تقول لي ما اعرفك. بس انا تعرفين انا اعرفك بس ما بس انا اعرفك يمكن انت متاخذ بس انت لا صوره ما اخذ صوره. ايش تاخذ خيط ما اخذ صوره؟ لا لا بتقول شيء ما مطلع. انا وياكم. لا انت شفت شنو؟ العفو. شنو طب شنو الموضوع؟ تعال تعال ابتسم. شنو الموضوع؟ بس ابتسم خل تاخذ صوره. لا لا ما اخذ. انت غير فنان معروف. تعال بلا زحمه عليك بلا زحمه عليك. شوفونا المسؤولين على على المكتبه. اي والله بلا زحمه عليك. بس تعرفني ودي تاخذ صوره. اعرفك جاي اقول لك اعرفك. تعال هنا استاذ ابو سكينه. ابو سكينه تعال هنا مرخصتك. لان انت ما تخلص من المعجبات. يا اخي على راسي صدقني ما تخلص من ما تخلص. هي سلمت علي تقول لي شلونك ابو سكينة وتقول لي عندك اغنيه مال زورة. اه تقصد هاي الكاميرا؟ تقصد بلمنا طق بلمكم يا اهل العماره حفظتها؟ اي شو اغنيه؟ بلمنا طق بلمكم يا اهل العماره. بلمنا طق بلمكم يا اهل العماره. بلمنا بلمنا يا بلمنا خلاه الشوق معاي. لا هو شايفته. وين هي؟ خل نسمعها منك. تعال انت. لا ما 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 مصطفى خاطري. خاطرك والله انا شلون خاطري ما تجوزت. ها خاطري زين جوزت. قلت لك الصوره ما قبلت تقصد. على فكره طقيت الصوره وغصبا ما عليك وحنشرها. انت معجبه لو جاي تتعاركين. معجبه بس هو اسلوبه مو حلو غير فنان. اختي بلا زحمه عليك. انت جاي تسوي هو سؤال ما سؤال هو هذا؟ انت مطلب ايش مني اعرفك؟ انت جيت سلمت علي. اشو عرفتني وقعدت تعدل باللزقات يعني ما تحكي. هم ذول المشاهير. هم ذول المشاهير. انت سلمت علي هذا هو بعد. انت شايف يا مو عارف العائليه او مو عائليه وفنيه. انت شنو تدخل؟ انت جاي تسوي لقاء ومن يعرف اسوي وياه؟ ابو مصطفى ابو مصطفى ابو مصطفى حتى يصير مشكله وانت عصبي. شوف المسؤولين هنا وين بالمحل. يلا
هذا شو هذا؟ شو مشكلة هنا؟ هي طافرة طافرة. يلا شده. السلام عليكم. هلا استاذ شلونك؟ معذرتك. وين كنت تولي؟ ويا شلبيه قال لي امشي خل نروح للمكتبة نشتري. يا مكتبة وين داسي كاني؟ داسي الصيدلية. معزات الصيدلية تغردني يا ظهر. لا من يا قال. لا من يا داسي. شو عندك ويا؟ هو قال لي بقوياي وحدي ضايج. اخي انا اعرفك فنان. اخي اخي انا عندي لقاء ويا مشاكلكم بيناتكم. تعال خذ كم اللقاء. تعال. دقيقة تعال. شنو؟ الله يخليك الله يخليك. قول ويا قول ويا. هو كان لبيه. هذا استاذ باسم زينه. استاذ باسم مو صحيح؟ على كيفك. انا كيفك. دقيقه فنان وعلى راسي. خليك عندك. نزل ايدك بلا زحمه عليك. بلا زحمه عليك. نزل ايدك. نزل ايدك. بس خليك. نزل ايدك. عوف عوف. شنو عندك ويا؟ ما اعرف. منين تعرف انت؟ ما اعرفه. ما اعرفه. يلا خذ روح مني. بابا هذا فنان. انت تحكي فنان مطرب. هيك 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 بسرعه. هيك تستغل عني. لا جيب المسؤولين. هذا منو؟ مطرب ابو سكينه. حتى ما يعرف ابو سكينه. مو ابو سكينه. ابو سكينه ناخذ سجلات. ابو مصطفى خلنا ناخذ. هو شكله مال مطرب هذا. احترم نفسك. احترم نفسك. احترم نفسك. انت احترم نفسك. خذ خذ زوجتك واطلع. لا دقيقه دقيقه. توكل على الله حبيبي. توكل على الله. طلقني ما اريدك. انا يا علاقه حب. شنو؟ وصلنا سنتين. وياه. وياه من؟ وانا وياك. هو ما شاف وشك. هذا ايش بيش عارف ايش تعرفيني؟ حتنكر كل شيء؟ تعال تعال تشم حبيبي الغالب. واخذ ايدك. بس اسمع ايدك. بس ايدك. يلا روح منه. انت هاي زوجتك؟ انت هاي زوجتك؟ انا احبه. انت لا تدخل. هاي زوجتك؟ انا احبه. اوقف اوقف. جسوي هاي زوجتك؟ بس خليها تحكي. بس خليها تحكي. اسمعني روح مع الوالدين. ابو مصطفى احنا نريد نكمل اللقاء. بس نريد نكمل اللقاء. يلا دخلها وروح منه. دخل زوجتك واطلع. يلا شو تسوي والله شو تسوي؟ يا باخذ زوجتك واطلع. لا تسوي لنا مشكلة. عندك وياها. تفضل حبيبي. اطلع برا اخي. تفضل اطلع منه. انا اطلع برا ما اريدك بعد. اطلع اطلع. والله ليش تدفعني على فكره. انا قبلت اتزوجك لين الشبهة. اه بس بعد لقيتها خلاص. لا 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 يا كتر. لا 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 ضيع وقت. يلا يا احمد على اخر نكمل لقاء. انا رحمن. تفاهموا يا تفاهموا. لا تفاهموا يا احمد. واجه كم نقطه بس. خلاص تفاهموا يا اخي. انا احكي وياك. لا تحكي وياي ولا احكي وياك. اللي بيسال سؤال وجاوب. انت تعرفيني؟ انت تعرفيني؟ انا اشيلك سؤال. ايش بك استاذ باسم؟ طبعا اعرفه. لا خليني اخذك وياي هسه. روح ترى اخذك. اخي خليني احكي. اخي خليني احكي. خليني احكي. خليني احكي. لا ضرب. لا ضرب. لا ضرب. انا لا ضربت. اطلع برا. انا اطلع برا. انا احترم المحل. اطلع برا. اطلع ما اريدك. انت شنو خلي ابني يشبي حبيبه ابو سكينه. هذا مين؟ يدفع بيا. يدفع بيا. يدفع بيا. اطلع من قومي. اطلع ابو سكينه. عندك وياه. اذبحش اليوم. اذبحش. اذبح عائله. هو قشمرني. هذا البرنامج برعايه للتحقق من كون منتج الأطلس أصلي. استخدم رمز التحقق الموجود على المنتج من خلال تطبيق الأطلس. يتم تنصيب التطبيق من أبل ستور. اضغط على الإعاز سكان. إذا كان الجهاز أصلي ستظهر لك كلمة يس، وإذا كان المنتج غير أصلي ستظهر لك كلمة نو. التطبيق متوفر بنظامي جوجل بلاي وأبل ستور. تطبيق الأطلس ضمان وأمان. اطلع برا. هذا من المكتبة أخي. ما اطلع برا. ما اطلع برا. يطلع وياي. يطلع وياي برا. ارضك انت برا. ارضك انت برا. انا ارضك انت برا اليوم. مصطفى مصطفى. عوف عوف عوف. عوف حبيبي. عوف حبيبي. تعال برا. تعال برا. انا احترم المحل واحترم واحترم هذا الولد. انت اصلا ما محترم. لا لا. انت اذا هاي زوجتك انت انسان ما محترم. انا برا وراح انتظرك. كفو حبيبي. عوف. انا عفو اسف اعتذر. روح. روح. ما ابوسك النوم. روح اطلع برا. تعال طلع. تعال طلع. خليني اكمل. ما اطلع. خليني اكمل هذا. ما ما اطلع. ابقى اكمل. ما اطلع. ابقى هنا. ما اطلع. خذيني خذيني. خلي يفيدك. روح. طبعا يفيدني احلى منك. انا برا واقف لك. هو جايك كان هاني. تعال ابو سكينه. بس خليني اكمل لقاء. راح مع الوالد. بس اكمل لقاء. بس صوره. بس صوره. ما ادري من جيت هنا انت. من جيت راح مع الوالد. طلع برا. صوره. طلع برا. راح مع الوالد. انت لا تدفع. انت طلع برا. خلي صوره انا وياه. ادري شفت من هذا الجهاز. هذا محروق دمك. ما حد ياخذ وياه. ولك بابا كان مطر. انا متجعب. انت شايفه منه. صوره. طلع برا. طلع برا. ابتسم ابتسم. ابو سكين ابتسم. ابو سكين ارتاح ارتاح. جيبوا له مي. تعال جيبوا له مي خلينا نكمل اللقاء. من وتر اعصابي هذا. واقف بالباب مو؟ وانا عود انت يغني. تعال استريح. تعال تعال. واقف بالباب هو غير. استريح مصطفى. بس اشتغل واحد من هذا الكتر. يا معود يا كتر تريد تسوي لنا مشكله. تقعد راح مع لا لا استريح استريح. ما يصير. ما يخالف. استرخي استرخي. راح مع الوالد. بس ارد اكمل اللقاء. راح مع الوالد. انا عندي انا بعد عندي وايد لقاءات. انا اقعد واسوي لك لقاء. هيك شنو ما تقول لي اسوي لقاء وين راوتر. اقعد راح مع الوالد. استريح. شوف لنا هنا ماكو مي. جيبوا لنا مي بلا زحمه عليكم. يعني صدق عزيز. اي راح مع الوالد.
ابو سكين احنا اسفين. طبعا هذه هاي الناس المشاهير ما يخلصون من الجمهور. انت المفروض تلبس كاسكيته وتلبس نظاره. انت طبيت انت لقيت وحده لو ابنين؟ لا لوحدك. منين اجت يا ابني؟ اجت من نال ما اعرف. انا ما منتبه عليه. ما اعرف منين اجتي. بس هم الظاهر ذولا يعني ما يعرفوا هذا الولد. هو عايفه بالشارع مدون عايفه. استري حبيبي خلينا نكمل اللقاء. هذا ما يبي اسحم عليك. اجيب لك بنادول ابو سكينه. تعرف شنو البنادول؟ ليش ترجف اعصابك يا معود؟ والله انت ضربه. زين ايدك صفرة شنو تشغل بالطرشي؟ صارت انت تسوي بالاسم. بالش اسمه؟ عندي شغلات مالي. يلا نعيد العيد اللقاء. اعزائي المشاهدين التقينا اليوم فنان مشهور مطرب نجم لامع عنده اكثر من فيديو كليب. كم فيديو كليب عندك؟ والله عندي اربعه وحده جديده هسه ان شاء الله. يا الله بركه الله يرزقك الخامسه. عدان كيف شفتك تسلم عليك هذا من ضمن طلعت لهذا هو يا هاي يلا مو اقول لك المشاهير ما يخلصون هسه انا تعرف شنو منه اطلع بالشارع اتلثم حتى الناس يقولون شنو بردان زين شو اللي واقفان بالباب ما تخليني اروح له شنو تخاف منه؟ خليها روح له خليك خلينا نكمل اللقاء. اعزائي المشاهدين راح يغني لنا مقطع صغير بس ما اقدر والله لا لا صار تعبت والله لا ما يخالف والله مستر مقطع صغير جمهورك يريد يعاتبوني حتى بالقناه صعب والله تعبت حتى قناه هنا بغداد راح يعاتبوني يقولون لي لقيت هيك فنان وما راح ما خليته يغني مقطع يلا زين اغنيه جديده اذا عندك مو بلمنا لان هاي غنتها بلمنا ما ادري شلون غنتها ما تعرف اللحن مو لا يا وين لا هي ما تعرف اللحن زورق زورق اي زورق نطق زورقكم يا اهل زيونه لو يا اهل عندي جديد سجل صوتي وان شاء الله على العيد الجاي يلا شنو مو مثل قلبي قلب امك عليك ما تجيك بلهفة مثلي من اجيك انا ربيتك بدي انا لك وانت الي يا بعد عمري حياتي بين ايديك اوه هم جت وردة حبنا انا اسفه طلقت وجيت لا لا شنو طلقت وجيت اقطع اقطع من كم اللقاء يلا امشي على الولد كم لقاء؟ انت شعليك؟ اقول لك؟ انت شعليك؟ ليش تصيحين؟ ليش تصيحين؟ امشينا على الولد يلا انسانة ما محترمة احمد الوالدي احترم نفسك انت انسانة ما محترمة الولد يلا تمشي امشي راعي غير طردنا يا معود يا احمد الوالدي هذا شوش ما كيف احضنا هذا شو حنكيف اجي رجج انا بدي اشوف يا بينك بينك من تجاوز عليك من من انت تجاوزت انت وياك احترم نفسك لا تحترم نفسك انا ما اتجاوز ناب المحلاني ومشكلتي وياه مشكلتي وياه انت شنو حد غلفه جاي بجناد انت اطلع انت اطلع اطلع مالك طلقني ليش ما تاخذه وتروح طلقني اطلع برا راح اضربه اطلع والله العظيم ما اخذ فلشك اطلع برا والله دمرك والله العظيم والله دمرك والله ما من المحل واخرجك والله دمرك لو ما المحل وهاي ممتلكات انا هي هاي الكاسره ظهر المحل انا ممتلكات عمي ممتلكات العالم يمي بس اطلع برا اطلع برا استاذ ما اطلع بلا زحمة عليك ما اطلع انا وارد اطلع برا جيب لنا ابو المحل يلا استاذ ابو المحل بلا زحمة استاذ استاذ شو اسمه استاذ ياسر يمكن انا اسوي فيه تطلع برا اطلع برا خذ اروح بعدك انا شو ما يبين برا لا ماشي ايه هو سجل مشان علمك يلا لا ما فرمت وجهك كسر هسه 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 سوي له فرمت له الوجه ماله فرمت له والله ايه انت فرمت الوجه انت هسه شا فرمت وجهك بد مره تبع على حالك عين استاذ طلع لنا هذا برا راح من انت شنو انت شنو ابو المحل شنو ابو المحل اخي طلع برا انت لا ما اطلع طلع برا انا خاطرك احترم المحل وما يا انت جاي تسوق انت جاي تسوق طلع لي لا هو جاي يسوق انت جاي تسوق اي اسوق انا داس على صيدلي ايش عندنا حبته هو وياي اصلا يا مصطفى يلا ما تستحت انا بالباب الثاني خلينا نكمل اللقاء خلينا نكمل اللقاء يلا طلع برا راح معنا ودي غير وياني بدون زحمة عليك سويت لي مشكله احسن عشان يا اخي احبك التشبيك ما تحس صار لي سنتين مطلعتك باليوتيوب ومقابلتك لا طبخ لا كنس لا مسيح خلينا نفتي من ابو مصطفى صوره انا وياك متحاضنين واروح تفضل تعال 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 خلينا نطلع خلينا نطلع صورة واروح بس بس اختم اللقاء بس اختم اللقاء صورة واروح اختي رجان يا اخي صورة واروح ما اخذ صورة حتى اروح ما اخذ صورة اختي العزيزة يعني هسه انا حطلع برا تصير مشكلة هسه انت معجبة لو شنو والله العظيم هسه عشائرية يعني هسه لا اعرف ايش دخلت يا مشكلة شنو ما تعرفناها شنو ما عرفت ولا شايفك كان اول مرة نطلع قول ما تعرفها بس ما اعرف هي باي عميانة هيك وياك ما اعرف يا اخي الحب اعمى قبر حتى قبر علي من؟ ايش اقول يعني الكفر مال الموبايل مالتش ما ادري شلونه. اوه يا حبيبي تبتسم؟ ايه ابتسم ايش بيك؟ يلا مصطفى يلا خلينا نختم اللقاء بس خلينا نختم اللقاء. اختم اللقاء البنيه هاي راح خلينا ليش تخبيها ابو مسكينه؟ اختي بلا زحمه عليك انت ليش تخبيها؟
بلا زحمة عليك تبدا كمل اللقاء ترى ما يصير هيجي. اوكي بلا منطق بس هذا ليش ليش قلي لي خليه يوقف لي بالباب ما شاك حبيبي وردة حبي. ايه شايف لك هيك اخلاق انت بحياتك؟ والله ما اعرف. زين هسه هذا واقف لك بالباب هو طالع له شنو؟ طالع لي طالع لي ويا جماعه؟ طالع لي يا جماعه اهلا بي وينك؟ خل نكمل اللقاء بلا زحمة بس خل نكمل اللقاء. هي هاي الاغنيه اخر شيء بس انت وعدتني قلت لي تعال الاستوديو مالي الاستوديو راح اسجل لك اغنيه على حسابي انا مو وعدك كلمتي بس انت لا عندك تليفون لا 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 عندك انت الاستوديو مالك مو قلت لي يم فندق فلسطين مريديان هسه شي تريد هسه شي تريد لازم تنابط لزمينه هو حاضر نانش علي اخذ اطلع برا انا حاب ما تدق هو اخذ اطلع برا لا داكم خلينا نكمل اللقاء بعدين لا دخل كمل بس خلع انا قلت له خلف مثل وجهي خاطر خاطر خلف مثل وجهي خاطر بس اكمل اللقاء خاطر خاطر تفر مثل وجهي انت خلي يطلع يطلع اطلع برا لك اطلع برا اضل بطلع اطلع برا كم لك عندكم اطلع برا كم لك عندكم تعال خلينا نكمل اللقاء خليني علي بس دقيقه وقف اللقاء خلي اخذ ابني ولا هاك حبي هذا دب وهاي ورده وهذا جاد غلفن هديه مني لك لا 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 لك لا لك لا لك لك كاميرا خفيه لك كاميرا خفيه يا معود لك انت كاميرا خفيه هذا وياني يا معود كاميرا خفيه هذا وياني يا دقه ابو مصطفى اودون انا متحضر لكم انا ما عندي خبر علي يا كاميرا تعال اول شيء احنا كاميرا خفيه برنامج ضغطك صعد هسه انت ضغطك صعد جاوبني ضغطك جيبوا له مي جيبوا له مي اقعد اقعد لا عجيبة يعني حبيبة ابو سكيبة لك يا ابو سكيبة ابو سكيبة هاك حبيبي وردة حبنا شاهد علي معقولة شاهد علي ما شايفة؟ لا شاهد علي ممثلها ويانا هي هم تقول ما شايفتك وبرنامجنا اسمه لا يعني انا لين ما شايفته هو ما شايفني بعد شلون وحده وحده اشوف ربك شنو هالانانيه ابو سكينه طبعا لو تدري شلون لقفناك برا جاي نسوي تقديمه انا وشهد وشفتك دخلت لقيت تاخذ سجل والله كتلتني بالسجل انت ليش ما تروح تاخذ جمله من المتنبي منو انا قلت تاخذ اثنين زين شلون تفرمت وجهي العجيبه يعني ما يدخلون ما يدخلون طبعا غير محل وسياح وغير ما يقول تعال عندكم يا جماعه انا كلش دخلت بموضوعك اخر ونسمع زورقنا فك زورقكم يلا اي يقول هو بلشني يقول زين ما ضربتك حبيبي ابو سكينه ما ضربتك غير بوكسات جمعت بوكسات لا بس زين تصدي لا ضربتك سمعنا اغنيتك ابو سكينه يا بعوك اعصابي تعبت لا خليت وعدك اغنيها انا وياك يلا غني انت انا وياك لا لا هو عرضت يا ابو مصطفى البرنامج اقول للمخرج عود بث لنا اغنيه بلا من طاق بلمكم يا اهل العماره احنا نعتذر من عندك واسفين هذا مقلب سويناه بيك برنامج ضغطك صعد برنامج شنو ضغطك صعد ما طول ضغط ما صعد قال لك هاي لك شنو ها مسكوك شنو ليش ليش هنا هناك لقيته صدق تعال لنا المكتبه انتم باقي عندكم ليمون لا والله ذاك لقيته احنا نعتذر منك حبيبي واسفين اعزائي المشاهدين اكيد نحن نعتذر منه اكيد طبعا طبعا نعتذر من مشاهدينا يا محبوبه ابقوا ويانا وحلقة جديدة من برنامج ضغطك صعد هذا البرنامج برعاية وقلت لك لا تتورط تتورط الشاشة سوي صعد ضغطة وجب ورطة وقع بيها وبد ما جاء ما تبالي نسويها صعد 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 ضغطة وجب ورطة وقع بيها وبد ما جاء ما تبالي نسويها وقناها وتغير وين خطف لونه وبد ما حا
سب حسابه يبوقونه وصدق عبره عليه ونجحت الخطه وقناه صعد ضغطه الوقع بيها وقف قلبه داخل بكاميرا تلوته يهل دربه وقناعه